السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مونتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها راقٍ وما بصماتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا الغاليين متابعي قناة آية وحكاية مع هاني سليم على اليوتيوب، بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الحياة الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه هو القادر عليه. سؤال: هل اليوتيوب يقدم دخل مادي أي فلوس للإنسان؟ نعم، اليوتيوب بيدخل الإنسان دخل مادي بشروط، لو حققت شروط اليوتيوب يدخل لك هذا الدخل المادي أو الفلوس بالدولارات، كما أن طبعا منشئ اليوتيوب أو المنصة بتاعت اليوتيوب هي في أمريكا فيقدم هذا الدخل بالدولار. طب إمتى بقى أحقق هذا الدخل؟ أما يكون حققت ألف، عند على القناة ألف مشترك حقيقي، يعني عند ألف مشترك وحققت 4000 ساعة مشاهدة، في هذين الشرطين اليوتيوب يقدم لك دخل مادي بشرط أن يكون محتوى خاص بك. يعني مثلا أنا عن نفسي بقدم محتوى إسلامي، كل إنسان بيقدم محتوى بس يكون هو بيظهر بنفسه أو مثلا صوته، بس صوته ما يكونش بيقتبس من حاجات أخرى، ففي هذه الحالة اليوتيوب يدخل الإنسان صاحب القناة دخل مادي طبعا على الدخل على المنصة بتاعتهم وما إلى ذلك. ولكن أيضا أنا عايز أذكر حضرتك، بس طبعا كانت قناتي دينية فأذكر حضرتك بحاجة، في هناك زي ما في حسنات جارية في سيئات جارية. يعني حسنات جارية الدل على الخير له اجر فاعل، يعني انا دلوقتي مثلا بقدم محتوى اسلامي، انا هذا المحتوى مثلا ممكن ينفعني في الدنيا وممكن ينفعني في الاخره، يعني الانسان طبعا نيته بقى هي التي تفصل في هذا الامر، فانا عايز حاجه تنفعني بعد مماتي، فكل شيء انت بتقدمه ينفع اللي قال الله قال الرسول ده في ميزان حسنات في حياتك وبعد موتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب السيئات الجاريه زي ايه؟ انا محتوى مثلا بحط فيه اغاني، بجيب فيه افلام، الاخوات بتوع الروتين ربنا يهديهم بصراحه، بعضهم الا من رحم ربي يعني طبعا بيعملوا حاجات بصراحه لا ترضي الله عز وجل، تلبس مثلا لبس يظهر كل مفاتنها، كل ده بحجه انها تكتر عدد المشاهدين. طب وبعدين حتى لو دخلت فلوس هذا المال يكون حلالا؟ انت كل شيء سيسال عنه الانسان مره واحده الا المال، سيسال عنه مرتين بين ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.